أصل أن المسلم يحافظ على الأذكار اليومية في الصباح، في المساء، عند دخول المسجد، بعد الصلوات المفروضة الخمس. نعم. مسلمون ميل أشيمه إيرناسل تا جنوجة زاكي زنة 또는 매번 예배하고 난 뒤에 또는 마시드 들어갔을 때 항상 디크르, 즉 하나님을 염원하는 그런 염송을 해야 된다. يشتري كتاب حصن المسلم مثلا كتاب أذكار فيه أذكار صحيحة ويقول هذه الأذكار. نعم. مسلم들은 조그마한 책을 복견용 책을 들고 다니면서 그렇게 디크르가 적혀 있는 좀 복견용 책을 들고 다니면서 이렇게 활용할 수도 있다.